أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة الصف 28 پارا نصف سے آگے صف نمبر 772 بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل فكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض فابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فتبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم أن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله وأنى يؤفكون وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون سواء لما استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأضل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وكن من الصالحين
ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. خلق السماوات والأرض بالحق وصبركم فأحسن صبركم وإليه المصير. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتبلوا واستغنى الله والله غني حميد. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون بصير خبير. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله ويهد قلبه والله بكل شيء عليم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تبليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فإذا بلغنا أجلهن فامسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. والله يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر والله لم يحضن وأولاة الأعمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. أسكنهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتزيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. وكأي من قرية أتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا. فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكر الرسول أن يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لما تحرم ما حل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العزيز وهو العليم الحكيم. وإذا سر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأ به قالت من أنباك هذا قال نبأني العليم الخبير. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن الله ومولاه جبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سيبات وأبكارا. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة
عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحت النهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعملي ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحسنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين 28 پارے پورے ہو گئے اب 16 آدھا نہیں پڑھا تھا جس دن جلوس تھا تو وہ پڑھ لیں 16 آدھا جی ہاں وہ پڑھا تھا دوسروں نے تو آدھا رہ گیا تھا تو آدھا پڑھ لیتے ہیں 16 نصف سے جی ہاں نصف سے یا اللہ یا اللہ جی ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى الا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الارض والسماوات الاولى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما تحت الثرى ان تجر بالقول فانه يعلم السر واخفى الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنى وهل اتاك حديث موسى وهل اتاك حديث موسى اذ راى نارا فقال لاهلهم كث إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أخاف أخفيها أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي اتوكا عليها واهش بها على غنمي ولي فيها معارب اخرى قال القها يا موسى فالقاها فاذا هي حيه تسعى قال خذها ولا تخف سنريدها سيره الاولى فاضمم يدك الى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء ايه اخرى لنريك من آياتنا الكبرى إذا بلا فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من آل هارون أخي اشدد به أزري وأشرك في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذا حوينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل ياخذه عدو لي وعدو له والقيت عليك محبه مني ولتصنع على عيني اذ تمشي اختك فتقول هل ادلكم على من يكفله فرجعناك الى امك كي تقر عينها ولا تحزن فقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبست سنين في اهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب انت واخوك باياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى قالا ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا او ان يطغى قال لا تخافا انني معكما اسمع وارى فاتياه فقولا انا رسول ربك فارسل معنا بني اسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بايه من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى قال فما بال القرون الأولى قال علم عند ربي في كتاب لا يزل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم
فيها سبل وانزل من السماء ماء فاخرجنا به ازواجا من نبات شتى كلوا ورعوا انعامكم ان في ذلك الايات لاولي النهى منها خلقناكم ومنها نعيدكم ومنها نخرجكم طارة اخرى. آغا سجاد یہ حکم ہے کہ جب سجدے میں جاؤ تو سجدے سے سر اٹھاؤ تو کہو منہا خلقناکم, اسی مٹی سے اللہ نے ہم نے تمہیں پیدا کیا. وفیہا نعیدکم, جب پھر سجدے میں جاؤ تو پھر کہو علیکم السلام, اسی میں ہم تمہیں پلٹائیں گے. اور پھر جب سجدے سے سر اٹھاؤ تو کہو ومنہا نخرجکم تارتن اخرى, ایک اور وقت ہم ایسی ہی مٹی سے تمہیں اٹھائیں گے. یہ ذہن میں رکھو. یعنی یہ اور ایک اور جگہ ہے جہاں پر یہ آیت پڑھی جاتی ہے, اس کا نام ہے جب آپ مٹی ڈالتے ہیں قبر پر تو وہاں یہ آیت پڑھنی ہے, منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتن. اسی مٹی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا, اسی مٹی میں ہم تمہیں لے جائیں گے, اسی مٹی سے ہم تمہیں پھر اٹھائیں گے. ہے آغا سجاد, سمجھ رہے ہو؟ یا علی ماشاءاللہ. وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا مُوسَى فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَّا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنتَ مَكَانًا سُوًى قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّينَةِ وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَىٰ قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى فتنازعوا امرهم بينهم واسروا النجوى قالوا ان هذان لساحران يريدان ان يخرجكم من ارضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فاجمعوا كيدكم ثم اتوا صفا وقد افلح اليوم من استعلى قالوا يا موسى اما ان تلقي واما ان نكون اول من القى قال بل القوا فاذا حبالهم وعصيهم يخيل اليه من سحرهم انها تسعى فاوجس في نفسه خيفه موسى قلنا لا تخف انك انت الاعلى والق ما في يمينك تلقف ما صنعوا انما صنعوا كيد الساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فقد ما انت قاض انما تقضي هذه الحياه الدنيا انا امنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما كرهتنا عليه من السحر والله خير وابقى انه من ياتي ربه مجرما فان له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن ياته مؤمنا قد عمل الصالحات فاولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحت الانهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى ولقد اوحينا الى موسى ان اسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فاتبعهم فرعون بجنوده فغشهم من اليم ما غشهم وضل فرعون قومه وما هدى يا بني اسرائيل قد انجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الايمن ونزلنا عليكم المن والسلوى قلوب من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل علي غضبي فقد هوى واني لغفار لمن تاب وامن وعمل صالحا ثم اهتدى وما اعجلك عن قومك يا موسى قال هم اولئك على اثري وعجلت اليك ربي لترضى. حضرت موسى علیہ السلام کو اللہ نے بلایا کہ 100,000 قوم کو بھی لے کر آغا فون اٹھاؤ, 100,000 قوم کو لے کر میرے دربار میں پہنچو. تو وہ خود بھاگتے ہوئے چلے گئے موسیٰ اور قوم کو پیچھے چھوڑ دیا. اللہ نے پوچھا تم نے جلدی کیوں کی, بھاگے کیوں؟ کہا اس لیے
کہ جب آقا بلائے تو غلام کو جلدی کرنی چاہیے. رضی دیکھ لینا, دیکھ رہے ہو ابھی آ رہا ہے. لائیو آ رہا ہے ان کو, شاید ان کا کوئی پرابلم ہوگا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بلایا آغا برکت کہ اپنی 100,000 قوم کو لے کر آ جاؤ مصر میں. وہ لے کر پہنچے, تور پہ بلایا. تور ذرا دور ہے, آپ اگر مصر جائیں نا تو تور کا پہاڑ نظر آتا ہے مگر بہت دور ہے, ہے بہت دور ہے. تو حضرت بھاگ کے چلے گئے, حضرت موسیٰ بھاگ کے گئے, قوم رہ گئی پیچھے سانس چڑھی ہوئی. اوپر جو پہنچے اللہ نے پوچھا کہ تم اتنے جلدی کیوں آگئے, تو کہا میں اس لیے جلدی آیا ہوں کہ جب آقا بلائے تو غلام کو دیر نہیں کرنی چاہیے, اس لیے میں بھاگ کے آیا ہوں. سمجھ گئے باقر میاں؟ جب امام زمانہ بلائیں گے تو باقر جعفری یہ نہیں کہیں گے میں چائے پی کے آ رہا ہوں, ہاں ٹھہر جاؤ دوڑ کے جانا ہے. ہاں شاباش. سبحان اللہ. اس سے ہمیں سیکھنا چاہیے کہ اللہ کے کام کی طرف دوڑ کے جائیں. نماز کا حکم اذان ہو دوڑ کے جائیں, حج میں دوڑ کے جائیں, قرآن کے سپارے میں دوڑ کے جائیں, کیونکہ آقا بلا رہا ہے نا. آقا بے شک, بے شک, شاباش. سبحان اللہ. قال هم اولائی علی اثری وعجلت الیک رب لترضا. اس لیے دوڑا ہوں بارے الہا کہ دوڑنے کے بعد تو راضی ہو جائے. سبحان قال فانا قد فتنا قومک من بعدک واضلهم السامری فرجع موسیٰ الی قومی غضبان اسفا قال یا قوم الم یعدکم ربکم وعدا حسنا فطال علیکم العهد ام اردتم ان یحل علیکم غضب من ربکم فاخلفتم موعدی. آپ صفحہ نکال لیں. علیکم السلام و رحمۃ اللہ. کیسے ہو؟ 445 یہ جلوس والے دن رہ گیا تھا, تھوڑا سا وہ پڑھ رہا ہوں, مکمل کر رہا ہوں. ہاں ہاں تحت کر دیا تھا نا, میں نے دوبارہ شروع کر دیا. شاباش شاباش. تو آیت نمبر ہے 87, ہاں 87, صفحہ نمبر 445 آیت نمبر 87. بلکہ اسے علی پڑھیں گے. قالو سے پڑھو. قالو ما اخلفنا موعدک بملکنا. ولکننا هم ملنا ازوا اوزارا من زینت القوم. مل گیا یا آن کر دیں مائک؟ جو لوگ ابھی جوائن کر رہے ہیں ٹی وی کے اوپر, سورہ طٰہٰ ہے آیت نمبر 87. یہ 16 تاریخ کو ہم سے رہ گیا تھا, یہ یعنی یہ تھوڑا سا حصہ, تو وہ پڑھ رہے ہیں. چلیے علی. قالو سے آیت نمبر 87 سورہ طٰہٰ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قالوا ما اخرفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا اوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك القى السامري فاخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا الهكم واله موسى فنسي افلا يرون الا يرجع اليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم انما فتنتم به وان ربكم الرحمن فاتبعوني واطيعوا امري قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع الينا موسى قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي
إني خشيت أن تقول فرقت بيني وبني إسرائيل. فرقت بين فرقت إني خشيت أن تقول فرقت بيني بين بين فرقت بين بني إسرائيل ولم تنقب قولي. قال فما خطبك يا سامري؟ قال بصرت بما لم يبصر به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه. وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاقفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا. من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا. يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا. نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. وعنت الوجوه للحي وقد خاب من حمل ظلما. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. فتعالى الله الملك الحق ولا تجعل بالقرآن ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. وقل رب زدني علما. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى. قلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى. وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. وعصى آدم ربه فغوى. ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. قال اهبتا منها جميعا بعضكم لبعض عدو. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك
قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأعمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نزلنا ونخزى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى أحسن ما شاء الله یہ ان پیجز میں جو دو تین باتیں گزری ہیں ایک تو اس میں ایک اسم اعظم گزرا ہے یہ وعانت الوجوہ للحی القیوم صفحہ نمبر 447 پہ آغا برکت یہ جو اسم اعظم ہے نا یہ اللہ کی طرف سے حضرت خضر لے آئے تھے اور حضرت علی کو دیا تھا بدر کے میدان تو حضرت علی نے اپنی شجاعت اور اسم اعظم کی برکت سے بدر فتح کی لے رہے یہ کمال چیز ہے جھک گئے وعانت الوجوہ للحی القیوم حی و قیوم کے سامنے سارے چہرے جھک گر گئے تو اللہ کو یہ چیز بڑی پسند ہے کہ آپ اللہ کو سپر مانیں اور خود کو کچھ نہ مانیں یہ پڑھ کے شیطان کے سامنے بھی آ جائیں تو ایک منٹ کے لیے وہ بھی کنفیوز ہو جائے گا یہ ایسی بلا چیز ہے ہاں دنیا کے جو شیطان ہیں میں تو ان کے سامنے یہی پڑھتا ہوں ایک ہزار میں اگر کوئی خاص مہم ہے اس کے لیے ایک ہزار نہیں شرط نہیں ہے مگر پریفریبل یہی ہے وعانت الوجوہ للحی القیوم سورہ طہٰ ہے اچھا ایک تو یہ اس میں خاص چیز گزری ہے اور ایک خاص چیز جو یہاں گزری ہے وہ یہ ہے اگلے صفحے پہ دیکھیں ولا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضی الیک وحیہ جبریل جب وحی لے کے آتے تھے تو جبریل نے اللہ سے شکایت کی کہ یا اللہ میں جو وحی لے کے جاتا ہوں تیرا حبیب تو مجھے پڑھنے ہی نہیں دیتا وہ تو آگے آگے پڑھتا جاتا ہے اللہ نے فرمایا میرے حبیب جلدی نہ کر اس کو پڑھنے دے اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور پہلے سے جانتے تھے جبریل پڑھانے نہیں جاتے تھے جبریل تو سنانے جاتے تھے ہاں یہ ہمارے بھائی جو کہتے ہیں کہ وہ جبریل استاد تھے جبریل استاد نہیں تھے وہ تو مولا علی کے شاگرد تھے تو حضور کے کیسے استاد ہو جائے گا یہ تو توہین رسالت ہو جائے گی ایک دو باتیں یہ ہو گئیں اب تیسری بات یہ ہے کہ ہم نے ایک سو گیارہ اس سے مولانا اگر پیسے چاہیے ہو نا تو یہ پڑھے یہ کمال کی چیز ہے خدا شاہد ہے وعانت الوجوہ آغا میں ایک دفعہ یہ پڑھ کے خدا کی ذات گواہ ہے ایک دفعہ مجھے پیسے ضرورت تھے سنٹر کے لیے کوئی ہم نے بل دینا تھا مولانا کسی بندے کے ہم نے ادھار دینا تھا 10,000 پرانی بات ہے اسی سنٹر کا
میں گھر سے چلا میرے جیب میں $10 نہیں تھے. میں نے یہ آغا پڑھنا شروع کیا, 10,000 مرتبہ پڑھا, مغرب کی نماز میں ایک بندہ 10,000 دے گیا, 10,000. اسے کہا 10,000, یہ 10,000 لے لو مولانا, میں نے منت مانی تھی کہ میں مولانا سخاوت کی خدمت کروں گا, اگر یہ میرا کام ہو جائے یہ آپ کے ساتھ ہی پیسے آپ لے لو. اسے ادھر ہی ادھر ہی, یعنی 10,000 دفعہ پڑھا, $10,000 آ گیا. آغا سجاد آپ کو تو خیر ضرورت نہیں ہے, تو آپ تو ویسے ہی بڑا کما رہے ہو. اچھا آیت نمبر 111 جی ہاں, سورہ طہٰ. یہ میں نے اس کو آزمایا ہے تقریباً آپ سمجھ لیں 1,000 چیزوں میں آگا میں نے آزمایا ہے اسی آیت کو. 1,000 میں 999 پوری نہیں ہوئی, 1,000 ہی پوری. کمال دیکھیں, یہ 1,000% والی آیت ہے. یہ آج کا للحیق, یہ آج سے آپ سمجھ لیں میری طرف سے گفٹ سمجھ لیں, اور یہ چلتے پھرتے پڑھتے رہیں. ضروری نہیں ہے 1,000 کوئی مست نہیں ہے, ایک دفعہ بھی پڑھے تو کافی ہے. میرا تجربہ ہے کہ 1,000 دفعہ پڑھیں تو بس کام ہو جاتا ہے, جو بھی کام ہو. یا ایوہ الذین آمنوا, آپ کو اور سلامت علی دو بندوں کو میں نے کہا تھا کہ آپ قرآن شروع کر دو, اگر آپ نے قرآن شروع کر دیا ہوتا تو اب تک پڑھ گئے ہوتے. یا ایوہ القیوم, اب راضی ہیں؟ یا ایوہ القیوم, یہ میرے خیال میں پشاور سے کوئی آیت آئی ہوگی, عرش سے تو نہیں آ سکتا. ہاں شابہ شابہ زندہ باد. یہ وعانت الوجوہ للحی القیوم, اب پڑھو کیا ہے بس. یا ایوہ الوجوہ للحی, علیکم السلام. لو بھائی اب پڑھیں گے 25واں پارہ, ہم نے نہیں پڑھا کیونکہ اس دن وہ میں تھا نہیں نا, تو 25واں پارہ شروع کریں گے سید ارسلان. اب تو ہم پہنچ گئے 29 پہ, ابھی تو 2 رہ گئے ٹوٹل, تو 25واں نہیں پڑھا, 25 پڑھ لیں اس کے بعد بس ختم کر دیا. میں نے تو کر دیا آپ کی دعا سے, میں نے تو کر دیا, مگر اب میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا شروع کر دیں, آدھا پڑھ لیں کیونکہ ابھی زیادہ ٹائم تو نہیں ہے, آدھا گھنٹہ ہے ہمارے. آغا تو اعلان کرتے ہیں 7 بجے ٹھیک مجلس شروع ہوگی, مگر میرے خیال میں 7 بجے نہیں ہوگی. کوئی بات نہیں, چلو روزے بھی ہیں, کیا کریں, انشاءاللہ کریں گے اس کو کچھ. 25واں پارہ شروع کر دیں, 669 سورہ حامیم سجدہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الیہ یرد علم الساعہ وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا أذناك ما منا قالوا أذناك ما منا من شهيد وظل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط فيئوس قنوط ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجنابه. الف کو پورا پڑھیں نا, ایکسٹینڈ کر کے. وا وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ
قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد سنريهم آياتنا في العفاك وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط. اچھا یہ جو ہم نے ڈیڑھ صفحہ پڑھا ہے نا, اس ڈیڑھ صفحے میں ایک تو یہ میسج دیا گیا ہے کہ کونپل جو پھوٹتی ہے نا, کونپل یہ جو پھول کی یا پودے کی, وہ سب کا سب علم, بیج ہو بیج میں سے وہ شجر جب پیدا ہوتا ہے, جڑیں جو جاتی ہیں, سب کا علم اللہ کے پاس ہے. ہر چیز دنیا میں کتنی کونپلیں, علیکم السلام, دنیا میں کتنی ناکائے ہیں جو بچے جن رہی ہیں, کتنی فیمیلز ہیں جو پریگننٹ ہیں وہ بچے جن رہی ہیں, ہر جگہ کا علم اللہ کے پاس موجود ہے. یہ ایک تو پیغام یہ دیا گیا. دوسرا پیغام یہ دیا گیا کہ لا یسأم الانسان من دعاء الخیر, انسان خیر کی دعوت سے تھکتا نہیں ہے. یہ ہمارے یہاں کیا مزاج ہے, آپ نے بلایا, آئے نہیں لوگ, آپ نے کہا چھوڑو درس بھی بند کرو, مجلس بھی چھوڑو, سنڈر بھی بند کرو, مولویوں کے جھنجھٹ سے بھی جان چھڑاؤ, مولویوں کو چلتا کرو. نہیں, یہ نہیں کہنا. لا یسأم الانسان من دعاء الخیر, خیر کی دعوت سے انسان نہیں گھبراتا. ہم تو مسلمان ہیں, ہم تو شیعہ ہیں, ہم تو اوپر ہیں, انسان سے اوپر ہیں ہم تو. صرف انسان نہیں, مسلمان بھی ہیں, مومن بھی ہیں, شیعہ بھی ہیں, محب بھی ہیں, ہم کیوں گھبرائیں گے؟ کوئی بات نہیں. نبی نہیں گھبرائے, ایک نبی قتل ہوتا تھا, اللہ نہیں گھبرایا, دوسرا بھیج دیا, دس قتل ہوئے, دس اور بھیج دیے. 500 نبی ایک دن میں قتل ہوئے ہیں, 500, یہ ریکارڈ ہے بنی اسرائیل کا, 500 نبی قتل ہوئے, اللہ نے 500 اور بھیج دی. ہاں, تو مقصد یہ ہے کہ یہ آج کا پیغام یہ بھی یاد رکھ لیں کہ ہم نے گھبرانا نہیں. روزہ کھل گیا. اچھا, تیسرا پیغام یہ ہے, وَإِذَا, یہ خاص طور پہ سمجھ لیں, وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ, بندے کو اگر کوئی مصیبت آ جائے تو لمبی لمبی دعائیں کرتا ہے. جب مصیبت چلی جائے بھول جاتا ہے. ایک صاحب تھے یہاں پچھلے رمضان میں, 100% ان کی حاضری تھی, اس سال 0%, بس چھوڑ دیں. کیوں؟ کیونکہ وہ کام ہو گیا, تو کام ہونے کے بعد 0%. اب نخرے بھی آ گئے. اب میں نے میسج کیا کہ آ نہیں رہے ہو, تو وہ بیٹے کا جواب ہے, میں نے کہا پہلے تو بیٹے کے بغیر آتے تھے, تھکے کھاتے ہوئے بسوں سے, ٹرینوں سے. تو یہ ایک تیسرا میسج آپ یاد کر لیں بند. اچھا, چوتھا میسج یہ ہے, یہ بڑا قیامت کا میسج ہے. یہ آیت نمبر دیکھ لیں آپ ذرا, آیت نمبر 53 ہے, 53 سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 53. یہ جو 53 آیت ہے, یہ علماء اخلاق کہتے ہیں کہ یہ پورے قرآن میں سے علم الاخلاق کے لیے یہ نہر کا درجہ رکھتی, ایتھیکل ویلیوز کے لیے. جب میں بھی گیا تو میں نے پہلا درس جو سنا اپنے استاد کا, پہلا درس کمبھ میں اٹینڈ کیا, تو یہی آیت انہوں نے پڑھی تھی, سنریہم فی الآفاق آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم, ان قریب ہم اپنے بندوں کو ان کے اندر اور پوری کائنات میں اپنی نشانیاں دکھائیں. یعنی بندہ جب معراج اخلاق پہ پہنچتا ہے تو اللہ کی نشانیوں کو اپنے وجود کے اندر دیکھتا ہے. وہ کہتا ہے کوئی تو ہے نا کہ جس نے مجھے دماغ دیا ہے, کوئی تو ہے جس نے مجھے ہاتھ دیے ہیں, کوئی تو ہے جس نے مجھے انسان بنا دیا ہے, کوئی تو ہے میں گناہ کرتا ہوں وہ رزق دیتا جاتا ہے, کوئی تو ہے میں لغزشیں کر رہا ہوں وہ پردہ پوشیاں کر رہا ہے, کوئی تو ہے میں دوسروں کی ایسی تیسی پھیر رہا ہوں اور وہ مجھے تھپکیاں دے رہا ہے. سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق, اس وقت تک اللہ نشانیاں دکھاتا رہتا ہے
جب تک کہ حق واضح نہ ہو جائے. ایک جگہ میں پیش نماز تھا, وہاں پر ایک صاحب قتل کرنے کے لیے اجرتی قاتل آ گئے, کسی کو مارنا تھا, تو ان کی جگہ پر میں بیٹھا تھا اتفاق سے. اب جیسے یہاں کوئی میری جگہ پہ کوئی بیٹھ جائے, باہر سے آنے والے کو, تو ان کی جگہ پہ میں بیٹھ گیا تھا. تو اس نے سیدھا یوں پستول کیا, بالکل یوں, اور ایک لڑکا تھا اس نے اس کو گرا دیا پیچھے سے. نہ میں نے اس لڑکے کو کہا, وہ میں بچیا, ورنہ اس دن میں ختم ہو گیا, گولی لگ گئی تھی. تو یہ اللہ نشانیاں دکھاتا ہے کہ کوئی تو ہے نا, جس نے کوئی تھوڑا بہت کام لینا تھا اپنے بندے سے اس کو بچا لیا. ورنہ وہ تو, اگر وہ لڑکا نہ ہوتا یہاں پر, یعنی وہاں پر جہاں امام برگاہ میں, تو میں تو مر گیا تھا, ختم ہو گیا. تو اس طریقے سے ڈیلی آپ بھی دیکھتے ہوں گے, حادثہ ہوتے ہوتے بچتا ہے. میں الخوئی سے ایک دن آ رہا تھا, ایسی زبردست کسی نے بریک لگائی, آپ یقین کریں آوا, کہ مجھے یقین ہو گیا کہ بس میں ختم ہو گیا ہوں. بالکل آپ بلیو کریں, گاڑی یوں اچھل کے دوسری رو پہ جا گری, خود بخود, اور ٹھیک ٹھاک گاڑی چل نہیں چل رہی ہے, کچھ بھی نہیں ہوا. معجزہ دیکھا, کچھ بھی نہیں ہوا. میں بہن پڑھ کے آ رہا تھا, یوں گاڑی اٹھ کے وہاں چلی گئی اللہ کی طرف سے. دیکھ یہ نشانیاں ہم صبح شام دیکھتے. تو یہ آج کی یہ تھیم بھی آپ سمجھ لیں. چلیے سورہ شورا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. حم عین الذين من قبلك الله العزيز الحكيم السماء والأرض وهو العلي العظيم تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. أحسنت ما شاء الله بہت اچھا شاباش. اب پڑھیں گے آغا, آغا برکت. اچھا باقی پڑھو گے؟ ہاں باقی پڑھو. سورہ شورا آیت نمبر 10. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما اختلفتم فیہا من شیء فحکمہ الی اللہ ذلکم اللہ ربی علیہ توکلت وعلیہ انیب فاطر السماوات والارض جعل لکم من انفسکم ازواجا ومن الانعام ازواجا يذرکم فیہا لیس کمثلہ شیء وهو السمیع البصیر لہ ما مقالید السماوات والارض یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر انہ کل شیء علیم شرع لکم من دین مغما ما والذی اوحینا الیک وما وصینا لبه ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فی یجتبی من یشاء من ینیب. احسن ماشاء اللہ. آغا برکت پڑھیں.
آیت نمبر 14 سورہ شورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داهزة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشاء الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد
ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض ولكن ينزل بقدر ما يشاء انه بعباده خبير بصير وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. أحسن ما شاء الله سجد. بسم الله الرحمن الرحيم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير ومن آياته الجوار في البحر كالأحلام أن يشاء يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير كثيرٍ ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. أحسن ما شاء الله عمر إقبال بہت اچھے بھائی شاہ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم وجزاء سیئات سیئات مثلها عافا واصلحا أجره على الله إنه لا يحب الظالمين ولما انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم ولمن بعد صبر وغفر إن ذلك لا من عزم الأمور وَمَنْ يُذْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ وَلِيٍّ مِنْ بَعْدِهِ وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَيَقُولُونَ هَلْ إِلَى مَرَدٍّ مِنْ سَبِيلٍ وَذَرَأَهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهِ خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يَنْظُرُونَ من طرف خفي وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خاسروا أنفسهم وآلهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله ومن يضلل الله فما له من سبيل استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير فإن أرادوا فما أرسلناك عليهم
حفيظ ان عليك الا البلاغ وانا اذا اذقنا الانسان منا رحمه فرح بها وان تصبهم سيئات بما قدمت ايديهم فان الانسان كفور لله ملك السماوات والارض يخلق ما يشاء وهب يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور او يزوجهم ذكرانا واناثا ويجعل من يشاء وكيما انه عليم قدير وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا فيوحي باذنه ما يشاء انه ولي حكيم وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وانك لا تهدي الى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وفي الارض الا الى الله تصير الامور. احسنت ما شاء الله كافي بہت اچھا. سورہ زخرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آمین. والکتاب المبین. والکتاب بالمبین. انا جعلناہ قرآنا عربی لعلکم تعقلون وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ أَفَنَضْرِبُ عَنكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا أَن كُنتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَّبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُم بَطْشًا مزا مسل الاولین والا ان سالتا ہمار خالق السماوات والارض لا یکولن خالقہن العزیز العلیم عزیز العلیم الذی جعل لکم الارض مہدا وجعل لکم فیہا سبلا لعلکم تہتدون والذی نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمت ربکم اذا استویتم علیہ فتقولوا سبحان الذی سخر لنا هذا وما کنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون. بس کافی ہے, گاڑی چل گئی ہے, کافی. چلیے خلی بس, یہ گاڑی چلنے کی دعا ہے نا, یہ جہاز چلنے کی. جہاز پہ جانا ہے. وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ أَمِ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَاكُمْ بِالْبَنِينَ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ أَوَمَنْ يَنْشَأُ فِي الْحِلْيَةِ أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبَ شَهَادَتُهُمْ ستكتبو شهادتهم ويسألون فقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يخرصون
أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على أثارهم مهتدون وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا على أمة وإنا على أثارهم مقتدون قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة للمكذبين وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه إلى اللهم يرجعون أحسنت یہ حضرت علی کی شان میں آیت ہے وجعلها كلمة باقية في عقبه إلى اللهم يرجعون اللہ نے کلمہ باقیہ سریت ابراہیم میں چھوڑ دیا لعلهم يرجعون تاکہ جب ساری انسانیت اکٹھی ہو تو اسی کلمہ طیبہ کے کلمہ باقیہ کے ساتھ یہ حضرت علی علیہ السلام جو آئے ہیں یہ کلمہ باقیہ ہیں اچھا اب پڑھیں گے ایک رہ گئے عہد ہے نا کہ مہد ہے عہد ہے رضی آپ پڑھو نا تھوڑا پڑھے آج بسم الله الرحمن الرحيم بل متعت هؤلاء وآباء هؤلاء نہیں وہ نہیں ہے نا هؤلاء نا حمزہ ہے ہاؤ کیوں ہوگا حمزہ ہے حمزہ واو کے اوپر جب حمزہ ہوتا ہے تو واو کچھ نہیں ہوتی الف کے اوپر بھی جب حمزہ ہوتا ہے الف کچھ نہیں ہوتا اوپر والی کاؤنٹ ہوتی ہے هؤلاء الف الف کو یہ الف کھڑی زبر کو آپ لوگ کیوں نہیں پورا پڑھتے آبائهم ٹھیک ہے جاءهم الحق ورسول مبين ورسول مبين ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم ما عيشتهم في المعي یہ کو ظاہر کریں معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات آپ کھڑی زبر نہیں پڑھ رہے ہو لیتخذ بعضهم بعضا سخریا ورحمت ربك خير مما يجمعون ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا واحدة لجعلنا لمن يغفر بالرحمن بيوتهم سقوفا من فضاء وما رضا عليها معارجا جيم ہے جيم عليها يظهرون وبيوتهم أبوابا وسرورا عليها يتكئون وزخرفا وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ حیات کو صحیح نہیں پڑھ رہے ہیں حیات دنیا ہے
حياة الدنيا حياة الدنيا والآخرات عند ربك للمتقين. أحسن چلی شاباش شاباش بہت اچھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم إذا ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون أفأنت تسمع ثم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. أحسنت كافية. یہ دیکھیے یہ شاید میں کہا جا رہا ہے وسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا. اے میرے حبیب آپ پوچھیں ان نبیوں سے کہ ہم نے ان کو نبوتیں کیوں دی تھی تو وہ تو پہلے چلے گئے نبی سارے تو حضور کب ملیں گے ان کو بھی پوچھیں گے تو اس پر آ کر حضور سے حضرت علی سے پوچھا کسی نے کہ حضور تو آئے بعد میں باقی نبی یا تو مر گئے یا وہ غائب ہیں تو حضور سے ان کی ملاقات کب ہوگی کہ وہ پوچھیں گے تو حضرت علی نے کہا کہ جب شب معراج میں گئے تو اللہ کی ذات نے 1,23,999 انبیاء کو زندہ کیا اور انہوں نے حضرت کے پیچھے نماز پڑھی تو اس وقت یہ سوال کیا ہے یہ وسل من ارسلہ وہاں سوال کیا ہے اس کا جواب یہ دیا کہ ہم سارے نبی اقرار کرتے تھے اللہ کی توحید کا آپ کی رسالت کا آپ کے بھائی علی کی ولایت کا تو ہمیں ولایت مل جاتی تھی نبوت مل جاتی تھی چلیے بھائی آخری بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَائِهِ فَقَالَ إِنِّي وَمَلَائِهِ یہ الف زیرو ہے وَمَلَائِهِ شَابَش فَقَالَ إِنِّي رَسُولَ رَبِّ الْعَالَمِينَ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِآيَاتِنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يزهقون وما نريهم من آيات إلا هي من آيات آيات نہیں یا کو کیوں کھینچ رہے ہو آیت شاباش إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون وقالوا يا أيها الساحر او لنا ربك بما عهد عندك اننا لهم لمهتدون فلما كشفنا عنهم العذاب اذا هم ينكثون ونادى فرعون في قومه قال يا قوم اليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فلولا ألقي عليه أسورة تم من ذهب او جاء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه فآتاوه انهم كانوا قوما فاسقين. احسنت چلیے آپ ہوتا
ماشاءاللہ. علیکم السلام. آئیے آئیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا آلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم عليم هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين صدق الله مولانا. ایک مرتبہ سورہ مبارکہ فاتحہ، تین مرتبہ سورہ مبارکہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومین محمد خان چٹھا، رحمت خان چٹھا، فضل بی بی، رسول بی بی، نواب بی بی، حاکم بی بی، ممتاز بیگم، غلام نبی چٹھا، غلام حیدر چٹھا، مراد علی، سکینہ بی بی، سردار خان، محمد حیات، سید اظہر عباس کاظمی، سید آصف حسین شاہ، سیدہ غلام زہرا، سیدہ حاکم بی بی، سخاوت حسین کے جمیع مرحومین، آغا مختار حسین کے جمیع مرحومین، باقر جعفری کے مرحومین، آغا برکت علی کے مرحومین، سید محمد اصغر نقوی کے مرحومین، سید اختر علی شاہ کے مرحومین، حاجی سید غلام رضا شاہ نقوی کے مرحومین، سید سجاد حسین شاہ نقوی کے مرحومین، ماسٹر نیاز احمد کے مرحومین، گلزار خان کے مرحومین، اسلم مہدی رضوی کے مرحومین، زوار خاور عباس کے فیملی کے جمیع مرحومین، سید سجاد علی شاہ جعفری کے مرحومین، محمد اقبال کے مرحومین، خلیفہ نفیس الحسن کے مرحومین، اور جو بیبیاں اس وقت سپارے میں موجود ہیں، علی گوہر کاظمی اور علی گوہر کی امی سمیت ان تمام مذکورین کے مرحومین مرحومات کو ایصال فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. پروردگار اس فاتحہ کا اور آل موس جو تین سپارے کے لگ بھگ پڑے ہیں، ان سپاروں کا ثواب، اخلاص کا ثواب، جن منظورین کا میں نے نام لیا ہے، جو حاضرین ہیں ان سب کے مرحومین مرحومات کو ایصال فرما، ان کی قبر و برزخ و آخرت کی منزلوں کو آسان فرما، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما، سید اعجاز احمد بخاری کے مرحومین کو بھی، ان کے والدین شریفین کو، ان کی بیگم کے مرحومین کو اعلیٰ علین مقام نصیب فرما، محمد عباس کو صحت عطا فرما، اعجاز احمد بخاری کو صحت کاملہ عطا فرما، آغا مختار حسین کی زوجہ کو صحت کلی عطا فرما، اور مزید جو سید سجاد حسین شاہ نقوی کی والدہ ماجدہ کو، خود سید سجاد حسین شاہ نقوی کو مکمل طور پہ شفا یاب فرما، سید اختر علی شاہ کو مکمل طور پہ شفا یاب فرما، اظہر زیدی کو، خاور علی خاوری کو، سجاد جعفری کو، اور منظورین کو، احمد رضوی، عالم رضوی، افتخار محمد، افتخار حسن، اور جمیع منظورین کو، سندس چٹھا، کمل چٹھا کو مکمل طور پہ شفا یاب فرما. یا اللہ تجھے اپنی عزت و جلال کا واسطہ ہمارے مومنین مومنات کو سپارے میں آنے کی توفیق عطا فرما، مجالس میں ٹائم پہ آنے کی توفیق عطا فرما، اول وقت میں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، خدام القرآن اور غلامان اہل بیت میں شمار فرما. جس شیخ ولی نے مولا علی پر الزام شراب نوشی لگا کے جسارت کی ہے، یا اللہ اس کو تحس نحس فرما، اور اس اخبار کو بھی تحس نحس فرما. اور جو خدمت ہم نے کی ہے یا اللہ کالم کی شکل میں یا مجالس کی شکل میں، اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما، ہمیں آپ کے آوان و انصار میں شمار فرما. ربنا